بسم الله الرحمن الرحيم. ما لا أدري كيف أبدأ الكلام، ولا سيما أن مهرجان فن السماع والمديح يتزامن مع موسم مولى إدريس، واستحضار موسم مولى إدريس لنا فيه مجموعة من الرسائل، ولنا فيه مجموعة من البشارات، باعتبار أن أول دورة للمجلس، لمجلس جماعات فاس، مع الرئيس الجديد للجماعة الأستاذ سيدريس الأزمي الإدريسي، يتزامن مع موسم مولى إدريس. رفعنا شعارا كبيرا من خلال برنامج الحملة الانتخابية، وهو أن فاس ومدينة فاس وأهل فاس يستحقون الأفضل ويستحقون الأحسن. ولذلك فنحن انطلاق من هذه البشارة أو من هذه الرسالة، نحن نتعاهد جميعا كعمادة وكنواب وكأعضاء مجلس أن نكون حريصين، بل نكون أشد الحرص على أن نرتقي بمدينة فاس، وأن نرتقي بها إلى الأسمى وإلى الأحسن. ما دامت المناسبة شرط، ونحن نتحدث عن فن السماع والمديح كموروث ثقافي وفني ورثته الأجيال عن الأجيال، وهو فن يرتبط أساسا بالبعد الروحي والديني. هذا البعد الروحي والديني الذي يقوم أساسا كرافعة من روافع بث القيم، قيم المحبة، قيم الإخاء، قيم محبة التي قامت أساسا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستحضار هذا النبي العظيم من أمداح وابتهالات تستحضر شمائله، وتستحضر فضائله، وتستحضر روحه وقيمه. ولذلك فنحن عندما نقول نريد أن نرتقي بمدينة فاس وبأهل فاس، فنحن نريد أن نرتقي بهم في جميع المجالات. لا ينبغي أن نقتصر على المسائل المادية المحضة، وإن كانت هي شرط أساس للرقي بالمدينة، ولكن نرى أن الرقي بمدينة فاس أن يرقى حتى من ناحية الفنية الجمالية، لأن ذلك ندرجه في الرأس مال اللامادي الذي هو رأس مال ينبغي أن نهتم به وأن ننميه، وهو شرط أساس للنهضة وشرط أساس للتنمية في أبعادها المتعددة والمختلفة. كان تساؤل كبير، ما هو موقف حزب العدالة والتنمية من هذه المهرجانات، وما هي خطواته، وما هي رؤاه للبعد الجمالي والبعد الفني والثقافي في المدينة؟ نقول نحن جئنا برؤية متنورة، برؤية استشرافية تريد أن تطور هذه المهرجانات وأن ترقى بها إلى مصاف مهرجانات دولية لها بعدها الإشعاعي على مستوى الأوروبي وعلى مستوى الإفريقي، لأن الاهتمام بهذه المهرجانات كما قلنا هو دعامة أساسية، دعامة للاستثمار، دعامة للاستقرار، ودعامة للنمو والازدهار. ونطلب من الله التوفيق أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن ولخدمة المواطنين. السلام عليكم.